السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا أخواتي أصدقائي. صار لي فترة على ما نزلت ولا فيديو، اليوم راح إن شاء الله نزل فيديو الحلقة الخامسة من شبراخ باوشتاين، سلسلة شبراخ باوشتاين، بتلاقوها على القناة هاي المانيا دوت كوم. طبعا هذا التايل الأول من شبراخ باوشتاين، في تايلين مثل ما حكينا بحلقات سابقة. التايل هو اللي بيجي عبارة عن اختيار كل فراغ، كمثال هون أول فراغ 21 فبيجي تحته 3 أمثلة، فبدك تختار واحد منهم، فبيجي ممكن يجي إنه أسهل من التايل التاني. شراخ باوشتاين التايل التاني بيجي أصعب، لأنه الكلمات بتجي حد بعضها، يعني مثل إنه سطر عبارة عن 3 سطور أو 4 سطور، فبتلاقي الكلمات حد بعضها، يعني ما في أتمتة، هذا الفرق بيناتهم. ندخل الموضوع فورا. هالو فيرديناند، بدي أعتذر على الصورة كمان لأنه ما في أوضح من الصورة هاي. الصورة عبارة يعني هيك إنه ما في غيرها، ف نستأسف يعني نستأسف منكم، نعتذر منكم جميعا. نون هذا إيش مش شون زولان كنشت باي دير كملت تست ميل فيركليش لايد إش هاتي إن دين في الكانكن موناتن فيل شترس ضايل إش يانون شتودير شتودير أونت نيبن باي نوخ أرباي تموس. يعني هون عم بقول أنا من زمان إنه ما خبرتني أو ما بعت لي شيء، إنه بتأسف كثير لأنه الشهر السابق أو الماضي كان عندي كتير ضغط في الشترس لأنه كنت عم أدرس، ومع ذلك كمان أنا كنت عن لازم أشتغل. نيبن دباي نوخ أرابايت موس. خلص هذا الصدر. هلا بيجي اللي بعده 21 رقم أينس فانسيش ماينة ميتي أنت أليس أنري بتسالن سكونن زوم كلوك ماخت مير ماي نيبن جو وينكستن شباس إيش بايز نشت. نرجع على الرقم الأول، رقم 21، ننزل تحت نشوف شو عندنا خيارات. في عندك هون أنشتات أوني أو أم، ناخد هي أم. رقم 21 أم، أم ماينة ميتي أند أليس أندري بتساين شو كونن، ناخد أم لأنه هون تجي تركيب أم تسو. تمام، هون وصلنا عند حتى إيش فايز نشت، بعدها بتجي فاصلي إيش داس دونست دوش هالتن وردي. يعني هون من صيغة الكلام راح نفهم إنه أوب تجي داس إيش لما بتصير، لأنه هي بتجي عندك فوق تساؤل، يعني أول شي بتسأل إيش فاز نشت أوب يعني إذا، أو فيرنت كمان ما بتصير، فبناخد أوب هي قاعدة يعني صيغة الحكي لأنه عم يسأل إذا، يعني إيش فاز نشت أوب بلا بلا بلا. فيلاشت هابي إيش دير شون إرتسلت، يمكن أنا خبرتك. هلا هون بتجي تس إنه أنا تز إيش أبنز وند أم ووخن عندي إن أيني كنايبة عندي كوخي هلفي، إنه بيشتغل الشغلة هاي. تز إستفا أوفت زير أنشرنكت، إنه كتير صعب كتير شترس. هون 23 أن ريزايتي إست دورد was los ist wird nicht langweilig und meine Kollegen sind total nett. يعني عم يحكي عن الشغل الموجود اللي بالكنايبة، انه يعني فيه ضغط بس من جهة تانية انه فيه متعة مع اصدقائه، اصدقائه كتير مناح. رقم 23 راح ننزل نشوف شو في عنا. 23 في عنا ابا، انا بظن ابا then want. أصغر يعني عن جد من طبيعة الحكي هون مثل ما عم حكينا ده أصفار أوف زير أنشنجد، هو عم يوصف حال بعدين بتقول ولكن، يعني أبا أن ريزايتي إست، كنت أقول أنا أبا بس يعني هون نزلت فطلعت جد طلعت أبا. فمن صيغة الحكي ممكن إنه أنت تعرف القاعدة أو تعرف الجملة شو هي، ما كتير صعب. فبتجي أبا لأنه إجت في التركيب الأولى صفا، فهي قاعدة طبعا.
يعني هو مثل ما عم يحكي سفار سفار اوفت زير شمت، يعني بحقيقة انه كتير صعب. اغضى تجي نكمل. تمام. النيرس دو ديش نخ ان انزلت سايد ان دي كرون شولة. تذكر مدرستنا الابتدائية مت اختي ربولت اشياء، انه كان عمره 8 سنين بولت اشياء فيرس فاير خمس فيرس فانسش كلينيري بولدي. كان بده يكون انه كان بده يكون انه شغال بالمطبخ او شغال ب بفندق بيسموه هذا النادل يلي بيجيب الغراض. فايل مان دي ترينكل بكمت، لانه بيجي بخشيش او مصاري. نايا يست بين ايش ان دي كوخي كيلاندت. عمل له انه هلا انا كمان بالمطبخ. كناب دان نيبن است اوخ فور باي. هون عم بتذكروا انه انا بتذكرني عند وقت كنت مدرسي انا كنت اكون نادل او يلي بيجيب الاغراض، هذا بي كان يحب يكون انه يجيب جرسون بسموه يعني. فهلا عم بقول له انا هلا انا كمان بالمطبخ عم اشتغل. ف ال24 فولت ايش يا يعني انه بده يكون هو 24 راح يكون رقم 24 اون بيدينج، يعني كان انه لازم يكون نادل. نزل على رقم تحته فاز ماخت دين دايني اوس بنوغ. هون عم يسأل شو عمل التدريب بين ايش فراغ نش توشي. هون بين ايش نش توشي يعني عم له اذا ما كان شي بيزعجك بهالموضوع هذا. بين ايش ديش هون راح تجي ديش نش توشي 25 25 راح تكون عفوا مش فعلا انعكاسة، بس عم بقول له ايش مش انه انا ما بزعجك او الموضوع هذا. تركيب هون فعل معكس اسمه انه، وهذا على طول بيجي اكوزاتيف توشي توشن زش، يعني هو اكوزاتيف يعني بمعنى انه بين ايش مش نش توشي. بيستو يا ان اينم هالبن يرشون فيرتيك، اودا يمكن انه انت خلصت من نص سنة او هيك شيء. داس است يا نشت مير لانك، هذا ما كتير طويل. هون كلمة واضحة يمكن نويلش هاب ايش اوبريكنس تينا اونت كيفن هير ان دنهي دير اوني كتروفن. لقى تينا وكيفن لقى هون صادفون بال حدو يعني بالجامعة. دي فارن يا شون اين بار، كانوا انه شخصين كويسين. رقم 26 هلأ فير نوخ تسو شوري جيغان جنسنت. وصلنا رقم 26 فير نوخ فير نوخ تسو شوري جيغان جنسنت اند يس زنت دي تات زيخليش في هاي رايتن. يعني ان هدول كانوا الشخصين كانوا كتير كويسين وكنا نروح على مدرسة سوا، وهلا بالواقع انه هلا بالحقيقة هني متزوجين. 26 اللي هو راح يكون طبعا انه اليس، لانه عم اقول له هون انه وقت كنا نروح على المدرسة او عندما كنا نروح على المدرسة. اليس 26 هو اليس في فين في في فين قريبة منها، بس هي بتاخد اليس لانه شي صار من قديم وما عاد رجع، صار مرة واحدة يعني وقت كنا نروح على المدرسة وهلا ما عم نروح مدرسة، بس هلا قبل كنا نروح مدرسة. أليس يا بتصير هلا في زي هندن دايني لين فور دي موخن اندي هاوس. رقم 27 رح شوف شو في عنا بالديكي كومندن فير كانجن. فير كانجن هي ما بتصير، كومندي هي اللي راح تصير، لأن هو عندك معناها إنه الأسبوع القادم أو العطلة اللي جاي، شو مخططاتك بالعطلة القادمة. فور دايني بليني فور دي كوماندي بوخن اندي أوس. كيف تبدو يعني زيهن أوس، يعني كيف تبدو أو كيف مخطط له. في كنت أنسيا في لايش مال في دات تريفن فيني نلتقي مرة تانية. أو أنت اندو روهي كوتشن هاتست دو لست. وبحب أسألك يعني إنه عندك رغبة هالشي هذا. 28 راح أشوف شو يطلع. وعندك تناخ تروبة
دازو. هون تجي دازو لأنه هي إجت قبل رقم 28. أخذت دازو لأنه راح تجي مع لست دازو. هستو لست دازو يعني ما فيني أقول له هستو لست دافور. دافور لأنه عم بيجي مع لذلك أو بيجي مع قابلية لهالموضوع، أنه أنا عندي قابلية لهالموضوع. أما هون دازو أنه عندك رغبة لهالشي هذا. هلا نزل رقم 29. ماين شتراسي هات فور اين مونات اين نيلتس كلاينس كافيه اوف كيمخت. فتح يعني محل قهوة او كافيه حلو عندهم. دي هابن نشت نون زير ليكارين كوخن. هون عندك تجي عندك هون قاعدة نشت نور تجي بعد زندر 29 او اينيجي كلاينه كيرختي تو بيكريش كونستيكا برايزن. الرقم هو 29 زندر. هي قاعدة هاي مثل ما حكينا نشت نور زندر، يعني مو بس انه فتحوا شيء طيب، كمان عندهم انه كلاين كريفتي تو بيكريش كونستيكا برايزن. عندهم انه فاتورة انه كتير مناسبة للدفع هذا كلاين كريفتي. فيريتاس فاز ديش يعني عندك 30 فولدش، انه هذا راح يكون بس لك. ميل مير توخ ايفخ فيدنو ماكس ايش فولدي مش فروين. وبتقبل هالشي هذا انا راح اكون سعيد. كان هذا موضوعنا لليوم اللي هو من سلسلة شبراخ باوشتاين الحلقة الدرس الخامس أو الحلقة الخامسة امتحان البيتس فاي